عندنا جداول بنات يغسلون مواعين، بنات مثلا للخيم مالتهم، غسل هدوم عندنا اوقات، حمامات بالليل يسبحون الصبح، ما نريد يعني يصير لود على الحمام، يعني على مود المي، تعرف الحمام يصرف مي، بس شوي اول بالبدايه شفنا ازمه بالمي، بس احنا منظمين قدرنا يعني نحل هذه المشكله. المي يصعد، حتى لو شوفيك جهال هذا العمر ينزل صندوق مي يصعد، ثلج صمون، فيمكن الله يحبنا نظاميا ويعطينا الصبر، يعني يمكن عندنا حب الجماعة. هذه الأيام الطلاب الذين هاجروا إلى عنكاوة لديهم امتحانات في عنكاوة في أربيل، ولهذا نحن كمدرسين من واجبنا أن نساعد هؤلاء الطلبة ليوم أو ليومين، نقدم لهم دروس تخص المادة التي يمتحنون بها لليوم القادم، وهذا واجبنا يعني. معظم الناس الموجودين في هذه البناية هم من برطلة كرمليس قرقوش، نحاول أن يكون هنالك تعاون ما بين العوائل حتى في أصعب الظروف، نتعاون فيما بيننا في كافة المواد لكي نبقى على صورة جيدة ونقدم حياة لا بأس بها خاصة للأطفال، لكي نشعرهم بأنه لا تزال هنالك حياة إن شاء الله للمستقبل برغم الظروف الصعبة التي نعيشها.